في الفترة. بالمناسبة يا كابتن ياسر، احنا مميزين في النادي الاهلي، احنا كنت لسه بقول ان يعني العاب القوى ليها افرع مختلفة. تمام. ايه الاكثر تميزا في النادي الاهلي ما بين افرع الرياضة دي؟ حاليا ومن زمان قوي قطاع الرمي مميز. دخل معاه في الثلاث سنين اللي فاتوا دول قطاع الحواجز. العضو الحواجز. ومؤخرا بقى كمان في السنه اللي فاتت واللي قبلها دخلنا ابتدينا نتميز في مسابقات الوزن. ايوه. عندنا في البنات الثلاثي والطويل. الطويل. والسنه اللي فاتت كمان واللي قبلها لا دخلنا في القفز بالزانه. عندنا اولاد وبنات مميزين جدا، وباذن الله باذن الله السنه الجايه والموسم الجاي دون هيوصلوا ارقام مصر باذن الله، وهم صغيرين في السن بالمناسبه. جميل. يعني عندنا ولدين وثلاث اولاد وبنتين. يعني متوقعين لهم ان هم يوصلوا 4 متر و80 سنتي قفز زانه، وان شاء الله نقرب على رقم مصر، خاصه ان الرقم مش بعيد يعني. فعندنا ولاد مميزين وبنات في القفز بالزانه والوزن الطويل الثلاثي.